بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي السلام عليك وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فما يقصد جعفرا وقد طال منه إذرع الصبر إذا هو وقد أضرموا النار في الفناء لإصفاء نورين قد أبى الله إطفاءه. وليلة عليه داره فتصوره وقد أخذوه بالجفايا من مصلاه. على تشجي وناهيك أنه عقيب الجفاء وقد أوقفه الطاغي هنالك موقفا هي من الذل لا تحصى. هي من الذل بلواه
أيدعو أمين الله في ملكوته على كل شيء كاذبا في إثر أخرى تجبرا يقابله بالشتم فيه وأقصاه وما زال يبغي قتله فيصده هي أي قضى الله حتى نال ما تمناه وقد غاله بالسم سرا فقطعت أيوا إماما هي حشى المصطفى إذ قطع هيات منه أحشى العوالم بالبكاء وأظلمت الدنيا لفقدان أضواه أويلي فما ترى إلا قائلا مات سيدي هي وآخر يدعو بالشجا وإمايا هي خلا حبك وليلوم يلوم يا جعفر الصادق والله نحبك ولي لوم يلوم خلاه يا من شخصك أبد ما بيه أخلاه مصابك بالقلب نيران والله مصابك بالقلب نيران خلاه والله خلاه يا ابو الكاظم تشب صبح ومسية هي يا ابو الكاظم تشب صبح هي ومسيه